ازيكم؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة المولد النبوي الشريف النهاردة احنا في السيدة زينب، ونازلين نصور لكم الاسعار، ونازلين نصور لكم عرايس المولد، ونوريكم قد ايه الاجواء جميلة هناك. حلاوة المولد الكيلو بيبتدي من 80 لحد 100 جنيه. وطبعا زي ما احنا شايفين قد ايه الحلاوة جميلة، ودي على فكرة بتاعت السنة دي كلها صبحة وطرية، مش ناشفة ولا بتاعت السنة اللي فاتت ولا بيتة ولا حاجة. والأجواء هناك جميلة جدا. انتوا ممكن كمان تنزلوا تتمشوا وتتصوروا هناك، وهنلاقي عرايس جميلة، ميداليات صغيرة زي اللي احنا شايفينها دي. العروسة بتبتدي من 25، أكتر حاجة كانت ب40 جنيه، واللي تحت دي عاملة 45. هنلاقي أشكال كتيرة وجميلة وأجواء جميلة جدا. كل سنة وانتوا طيبين. احنا موجودين في السيدة زينب في الميدان شارع السد، اهو حلويات الطهرة امام مقام سيدة زينب رضي الله عنها. هنلاقي بقى شواذر كتيرة جدا، وعرايس واحتفالات كتيرة. وكمان ما تنسوش الاشتراك واللايك وتفعيل زر الجرس. كومنت حلو منك. كل سنة وانتم طيبين تاني. اتمنى تتفرجوا على الفيديو لحد الاخر، واتمنى يعجبكم تصويري. كل سنة وانتم طيبين. وهنا زي ما احنا شايفين علب جاهزة. طبعا العلب دي من اول كيلو 2 3. وهنا كان اشكال تانية برضو من عرايس المولد، او العرايس برضو الميدالية، ينفع نقدمها هدايا للاطفال الصغيرين. والبنوتات برضو بتحب الحاجات دي، بتحبها جامد قوي، بتفرح بيها. ممكن نحطها ميدالية برضو المفاتيح. وهنا كان في اشكال تانية، دباديب وسبايدر مان والفيل والحاجات الحلوة اللي الاطفال بتحبها دي، وعرايس المولد. طبعا زي ما احنا شايفين الشارع هو مليان من اوله لاخره، حاجات جميلة جدا. وهنا ياسين كان بيصور مع سبايدر مان، حبيت اصوره لكم. وهنا ميداليات الصغيرة دي كانت عجباني جدا، اهي كانت الواحدة عاملة 20 جنيه. وطبعا مكملين مع بعضينا، وهنفرجكم كل الاشكال وكل الحاجات الجميلة الموجودة في السيدة زينب. واتمنى لكم تروحوا وتشوفوا قد ايه الاجواء هناك كانت جميلة. وكل سنة وانتم طيبين. طبعا زي ما احنا شايفين العروسة دي كانت عاملة 350 جنيه، ده اغلى سعر وده اعلى سعر، مفيش اعلى من كده. وبصوا هي كانت جميلة جدا. طبعا هنلاقي اشكال كتيرة جدا واشكال جميلة. وكيلو الحلاوة بيبدأ من 80 لحد 100 جنيه زي ما اتفقنا، وده ستاند تاني غير الستاند الاولاني. اشكال عرايس برضو غير ليا انا بس. يا حلوة الجمال.
كم العروسة الكبيرة؟ كم واحد؟ دي 250 ايه؟ والقطعة من دي بكام؟ طبعا شوازر كثيرة موجودة معنا في السيدة زينب، وأشكال عرايس كثيرة جدا. وطبعا ما ننساش ان الاسعار سعر موحد عند كله، يعني كله هتلاقي سعر الكيلو يبدا من 80 لحد 100 جنيه. وطبعا في بالقطعة زي ما اتفقنا وزي ما انت عايز. ممكن كمان تاخد حاجات معينة، يعني ممكن توزن الملبن لو انت بتحبه، سمسمية، حمصية، اي وزن انت عايزه، اي قطعة انت عايزها بتاخدها، مش شرط كيلو، مش شرط نص، ممكن لو عجبك قطعتين. وهنا العرايس الحلاوة دي اللي بيحبوها. طبعا في الحصان اهو، الحصان الحلاوة زي ما احنا شايفين، واحنا موجودين في شارع السد السيدة زينب جنب المقام. دي عروسة تانية معانا اهي. كنت معاكم انا حياة احمد، ما تنسوش تشتركوا لايك وتفعيل زر الجرس.